طبعا الحقيقه قطاع الطيران من اكثر القطاعات اللي تضررت على مستوى العالم، مش بس في مصر، خصوصا في ازمه كورونا خلال السنتين السابقتين. في مصر تحديدا حصلت اجراءات كثيره جدا، يمكن في تدعيم من الحكومه بتدعيم مالي وتمويل، خصوصا ان في جزء من طبعا حركه الطيران تاثر بشكل كبير جدا، خصوصا حركه السياحه يمكن توقفت بنسبه كبيره. في نفس الوقت في استغناء عن العاملين او تخفيض الاجور بشكل او باخر في قطاع الطيران. في نفس الوقت يمكن مصر يعني قطاع الطيران في حد ذاته انتهز الفرصه في هذه الفتره انه يهتم بالبنيه التحتيه، وهذه البنيه التحتيه هي اللي بتخلينا نحقق مراكز متقدمه في مجال الطيران، لان في جريدز على مستوى العالم بالنسبه لقطاع الطيران. هيحدثنا عن هذا الموضوع بالتفصيل، ازاي مصر واجهت او حركه الطيران المصريه قدرت تتخطى ازمه كورونا في الفتره اللي فاتت وحتى الان، الانجازات والتحديات اللي واجهتها، من خلال لقائنا مع الاستاذ محمد عباس سليمان، نائب رئيس سلطه الطيران المدني ومساعد رئيس مجلس اداره الشركه القابضه للمطارات والملاحه الجويه، وايضا رئيس مجلس اداره الشركه الوطنيه لخدمات الملاحه الجويه، وعضو لجنه خبراء العمليات الجويه بمنظمه الطيران المدني الدولي ICAO سابقا. اهلا بحضرتك. لو حبيت اتكلم من الفتره اللي فاتت، على اعتبار عايز اعرف الساده المشاهدين ان في وقت الازمه العالميه بالنسبه لكورونا وقطاع الطيران اللي تاثر، مصر او قطاع الطيران المصري عمل ايه علشان يشتغل على ارض الواقع ويعد نفسه للمرحله القادمه، من بنيه تحتيه، من تحديات واجهتوها؟ تمام حضرتك. في البدايه لازم نقدر نتعرف على شكل الحركة أو النقل الجوي قبل كورونا عشان نقدر نشوف إيه اللي حصل في فترة الكوفيد 19. عام 2017 ده بيعتبر موديل لخبراء الطيران. في عام 2017 النقل الجوي نقل 4.1 مليار راكب في هذه السنة، يعني تقريبا اكتر من نصف سكان الكرة الارضية البالغ عددهم 7.9. وفي نفس الوقت كان نسبة وفيات الحوادث في هذا العام 50، يعني ايه؟ يعني 12.2 حالة وفاة لكل مليار راكب. متخيل حضرتك هذا المرفق امن ويمثل ده؟ والاحصائيات دي ريكورد على مستوى مصر وعلى مستوى العالم. على مستوى العالم. مع مصر جزء من العالم. ف اللي كان متوقع، في خلال ال 20 سنة القادمة ان احنا يتضاعف عدد الركاب، من 4.1 مليار الى 8.2 مليار، يعني تقريبا سكان الكرة الارضية. فبالتالي كان لازم الدول تعمل حساب الزيادة المتنامية دي وتجهز نفسها بالبنية التحتية. ومصر الحمد لله رب العالمين وفكر القيادة السياسية في اللحظة دي كان سباق في ان تم اهداء 5 مطارات من المطارات العسكرية للطيران المدني عشان نزود السعة الاستيعابية. 2015 الرئيس الجمهورية افتتح ترمينال جديد في الغردقة، 7.5 مليون باسنجر راكب في السنة، تضاعف مطار الغردقة. انشاء ممر جديد موازي، لان كلما كانت الحركة زيادة انا عايز كفاءة في ادارة الحركة الجوية. كفاءة الحركة الجوية عملنا ممر موازي. نفس العملية في ترمينال جديد في شرم الشيخ هيضيف 7.5 مليون راكب، هيخلص اخر السنة دي ان شاء الله رب العالمين. مطار برج العرب ساعته 1.2 في خلال فترة القادمة هيبقى فيه 4.8. كل ده كانت فيه استعدادات قوية لتوقعات بزيادة متنامية ومعمول حسابها الى ان جاءت كورونا. لما كورونا جت
خلينا قبل ما اخش على موضوع كورونا، كل هذه الزياده من مطارات، من وجهات، من بنيه تحتيه، كان مقابلها طبعا وظائف جديده وفرص عمل جديده. طبعا طبعا الشركه او القطاع، بصرف النظر عن يعني عارفه ان القطاع بيحويه عده شركات، تمام، كل شركه يعني منوطه بشيء معين او مجال معين او خدمه معينه، تمام. هل تم الاستغناء على عن الموظفين في هذه الفترة أم حافظتم عليهم وقللتم مرتبات؟ في بداية الأزمة، في بداية أزمة كورونا كانت في توجيهات صارمة من القيادة السياسية عدم الاستغناء عن أي موظف. ونقدر نقول شركات كتير على مستوى العالم حصل لها إفلاس. صحيح. مصر ما فيش ولا شركة حصل فيها إفلاس. حتى الشركات الصغيرة اللي هي موجودة في مصر اللي هي بتشتغل بطيارتين وثلاث طيارات ما حصلش افلاس فيها خالص، نتيجه دعم الحكومه في القروض اللي اديتها، في نفس الوقت كان في دعم معنوي. الدعم المعنوي ده كان مهم جدا من القياده السياسيه. الدعم المعنوي ده كل المسؤولين قدروا ان هم يعملوا لقاءات مع اصحاب المصلحه وشركات ويشوفوا كيفية الخروج من هذه الأزمة، فكل هذا أدى إلى وجود إلى استقرار ما في هذا القطاع. ولكن حصل طبعا في خسارة، ما نقدرش أقول ما حصلش خسارة، حصل خسارة. ليه؟ لأن أصلا التأثير والجائحة عالمية، الدول قفلت الحدود، الدول كلها قفلت الحدود، وبدأت كل دولة تدير الأزمة بطريقتها. ما كانش في نهج منسق شامل لكل الدول، رغم من المنظمات الدولية أو منظمة الطيران المدني الدولي كانت دايما تنادي بأن ضرورة أن يكون في نهج منسق العالم كله يشتغل به. فكل دولة اشتغلت بإدارة لهذه الجائحة بطريقتها، فبالتالي ما كانش في تنسيق، و بالتالي الحركة كانت توقفت. وكانت في ابريل تقريبا، في فترة اللي في اول يناير 2020 كانت بنجيب عالقين اللي موجودين، دي كانت لها اولوية، وكان في توجيه من القيادة السياسية بضرورة ان شركة مصر للطيران تجيب جميع العالقين في جميع الدول العالم. واشتغلنا طبعا، اكيد السفارات عملت مجهود كبير عشان خاطر في الفترة دي بدأت الأمور تزداد سوءا، إلى أن وصلنا في أبريل 2020 أن حصل توقف لـ 95% من الرحلات التجارية، وفي الفترة دي العالم كله والمنظمات الدولية كانت بتحاول أن هي تعمل دعم. فالاتحاد الدولي للنقل الجوي لياتا كان بيعمل دعم ويحاول يوجد مخرج من هذه الأزمة أو الجائحة. الاتحاد الدولي أو العالمي للمطارات كان بيحاول أن هو يعمل مخرج، كل ده من خلال تحت مظلة الإيكاو. بالإضافة إلى أن مصر بدأت احتكاك دولي للتعرف على كل التوصيات الدولية وتنفيذها. ما كانش هيقدر الطيران المدني يشتغل لوحده في هذه الجائحة، كان لازم يشتغل بسياسات سيادية، وهذا ما حدث. كان في إدارة أزمة على مستوى وزاري برئاسة رئيس الجمهورية، فده ادى دفعة قوية جدا، وإجراءات التي تم تنفيذها نفس البروتوكولات الدولية التي كانت تتم. أيضا استخدام تكنولوجيا، كل ما هو التكنولوجيا متطورة على مستوى العالم في المطارات لمتابعة الفحوصات والتحاليل كله كان متواجد. طبعا الكاميرات الحرارية، التدريب الفعال، لجان الأزمة، كله كان متماشي مع، كان على قلب الحدث، ومع كل تكاتف رهيب في كله، يعني الشركات اللي تبع القطاع، لان هذه جائحة ما لا يستطيع الطيران المدني لوحده القيام بها، فهي منظومة بتنظمها عدة وزارات، ومن خلال اللجنة السيادية التي كان يرأسها رئيس هذا القطاع تحديدا. ليه ستاندرد ام مواصفات معينة تحديدا؟ لان احنا بنتنافس مع قطاعات طيران في شتى العالم. ايوه،
في نفس الوقت في يعني مراكز وفي سكور بالنسبه للمنظمات سواء ياتا او الايكوا او الايكاو، فيعني الى اي مدى احنا وصلنا من درجه قبل كورونا وفي كورونا الى بعد كورونا؟ هل احنا لينا تصنيف دلوقتي على مستوى العالم بالنسبه لحركه الطيران؟ التصنيف بيتم على 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 اساس انت هتصنفي على ايه؟ هتصنفي على الجوده وهتصنفي على السلامه. احنا التصنيفات بتاعتنا كلها الحمد لله رب العالمين يعني تضاهي اي تصنيفات دوليه، لان اللي بيحكمنا في الحاجات دي كلها شهادات دوليه. يعني لما جينا احنا مطارات مصر كلها عملت الشهادات الصحيه الدوليه، فده بيديكي مصداقيه للعالم كله ان كل الاجراءات المطبقه في المطارات المصريه كلها الاجراءات الدوليه المتفق عليها النظام العالمي. في نفس الوقت جميع الشهادات اللي بيحصل عليها شركه طيران شركات مصر الطيران شهادات الدوليه المتفق عليها من الاياتا. فالطيران المدني بيعمل بسياسات دوليه وليست سياسات محليه، فما فيش مكان لواحد ان يقدر يشتغل بطريقه غير الدوليه. طبعا قطاع الطيران بيعمل على شقين، شق طبعا على مستوى انه يرفع جدارته وتنافسيته على مستوى العالم، يعني في تنافس عالمي، وعلى مستوى بقى مش بس المحلي، على مستوى المواطن او الباسنجرز كلها المسافرين في جميع انحاء العالم. احنا طبعا عارفين ان بعد ازمه كورونا اصبح شركات الطيران او اصحاب او ما يملكون او ما اللي اخترعوا الطيران في الطيارات بشكل خاص اصبح هناك اجراءات معينه، تقنيات معينه للحفاظ على فكره الهايجين او يعني التطهير ونظافة الطيارة، خصوصا مع أزمة كورونا أصبح هناك مشكلات عديدة جدا، كان لازم هذه الشركات أنها تحط نظام معين. هل إحنا طبعا أكيد طبقا لمنظمة إياتا لازم يعني نتساوى مع جميع أنحاء العالم في هذه المواصفات، عملنا إيه وإيه الإجراءات اللي أنتم عملتوها على مستوى العالم؟ طبعا عصر كورونا يعني عامل بيئة جديدة للطيران، وهذه الجائحة بتعد مصدر خطورة طبيعي، مصدر خطورة طبيعي، فلابد ان يكون في تعامل، والتعامل يكون لازم يكون بإجراءات قياسية. الإجراءات القياسية النهاردة من أول ما الراكب يخش مطار القاهرة لازم يجمع كل الإجراءات المتفق عليها من المسافات الموجودة، وفي الطائرة قبل بيحصل فيها تعقيم، وتعقيم بمواد متفق عليها بجودة معينة، وكل الإجراءات مش هينفع، ما فيش شركة هتقدر مش تشتغلش بالكلام ده خالص، لأن بقى في منافسة جامدة جدا. النهاردة شركات الطيران على الويب سايت بتحط هي بتعمل إيه عشان تحميك أنت، لأن المشكلة عندي إزاي أرجع ثقة الراكب تاني، فالشركة مش هتقدر تعمل الكلام ده، مش هتكون لها وجود. الفترة اللي جاية فترة تنافسية جامدة جدا عشان خاطر الشركات كلها عايزة تعوض الخسارة بتاعتها، ففي مع كمان ارتفاع الأسعار على مستوى العالم بالنسبة للبنزين كله، فأعتقد أن ده هيبقى عبء بقى على الشركات الطيران، في نفس الوقت هيبقى على المواطن اللي هيسافر أو حتى يعني أي مسافر على جميع طبعا الحلقة. ما هي دي هي التحديات اللي أنتم بتواجهوها في الفترة دي، التحديات اللي موجودة في الطيران، ولزائد أن الطيران مكلف، يعني عشان عشان تحققي سلامة مكلف أمن مكلف. التكنولوجيا بتاعت الطيران الرادارات صح لها عمر افتراضي من 8 ل 9 سنين واكسبايرد، خلاص مش هيبقى لها حاجات ثانيه، ملهاش صيانه الا في عمر معين، خلاص مفيش قطع غيار بعد كده. هل يعني هل المنظمات الدوليه زي منظمه الاياتا او الايكا، وهل بتبقى ليها تمويل او منح في فتره الازمات لهذه الشركات، ام بيبقى التحمل كله للموازنه العامه للدوله للحكومات المعنيه بهذه الشركات؟ للحكومات. مصر حصلت على او شركه يعني قطاع الطيران حصل على تدعيم مالي من الموازنه العامه للدوله. حصل تدعيم مالي، وبدون تدعيم مالي ما بص حضرتك شركات طيران عالميه حصل لها افلاس رغم ان الاسطول بتاعها 3 اضعاف الاسطول اللي عندنا، صحيح، والعماله بتاعتها تلت اللي عندنا، فكان الله في عون
الشركه هنا عندنا. كويس قوي حضرتك كلمتني على اسطول الطيران، يعني انا لو كلمت على اسطول الطيران يعني بالنسبه لمصر، خصوصا ان انتم فتحتوا وجهات كثيره في الفتره اللي فاتت، زودتوا يعني عدد الرحلات بشكل كبير في الفتره اللي فاتت لوجهات مثلا زي الولايات المتحده الامريكيه، اصبح كذا مدينه عن الاول كان بس نيويورك وخلافه. سياده الرئيس مهتم جدا بوجهات كثيره لافريقيا، الدول الافريقيه، يعني تقدر تكلمني على هذه الفتره ايه هي الانجازات في هذا الموضوع؟ يعني انا ما عنديش ارقام دقيقه، ولكن الشاغل الرئيسي النهارده الانتشار في كل مكان في افريقيا، عشان هو ده السوق الواعد. وهدي حضرتك مثال، في الاتحاد الاوروبي الطيران عنده بديل، عنده شبكه طرق ومواصلات وسكك حديديه ممكن يروح فيها من دوله لاخرى. افريقيا والشرق الاوسط مفيش. لا مفر الا وجود الطائره للتنقل من بلد لاخر. اخر احصائيه للبوينج في خلال ال 20 سنه اللي جايين الشرق الاوسط محتاج 3000 طائره. 3000 طائره محتاج اطقم تكون مدربه، احنا عشان الاطقم تتدرب محتاجه طبعا وقت جامد كتير جدا. الفتره اللي جايه في عندي سياسة التنافس العالي بين الشركات لتعويض الخسارة. حصل تغيير في شبكة الخطوط نفسها، في بعض الدول بدأت تخش في مناطق لعملياتها ما كانتش بتروحها قبل كده، فده كله ده هيحتاج دراسات وهيحتاج مدى تأثيره. ولكن اللي أنا شايفه دلوقتي أن في سياسات للتغلغل في أفريقيا وفتح خطوط جديدة، وطبعا ده بيعود بالنفع طبعا على المجتمع المصري، لان الطيران من 10-15% في الدخل القومي لو تم استثماره باستثمار صحيح الكي. لكن احنا شايفين ان حركه السياحه رجعت لمصر تاني، خصوصا مع دخول فصل الشتاء، فالسياحه دي ليها وجهتين، وجهه محليه وجهه عالميه، وواضح جدا في حجوزات، يعني في خير جاي في الفتره القادمه. طبعا ده مجهود دوله، ده حاجه ايجابيه، ده مجهود دوله، ما نقدرش نقول مجهود طيران متكاتف، ما الدوله وعناصرها مختلفه. هي اصلا منظومه متكامله، والمنظومه المتكامله لما بتكون في فكر القياده السياسيه بتمشي يعني طبقا للسياسه المخطط لها. فهي وزارة السياحة مع طيران مع وزارة الصحة مع كل الوزارات بتحاول ان هي توصل لي. انا شايف في زيادة جامد جدا، والحمد لله رب العالمين القيادة السياسية كانت واعية ان هي عملت زيادة السعة الاستيعابية للمطارات، لان لو تخيلي حضرتك الزيادة المتنامية دي بتيجي وما فيش اماكن الطيارات تقف عليها، ولا في الركاب عارفة تخش شمال ولا يمين، طبعا كنا هنعمل ايه. في نفس الوقت حصل تطوير البنية التحتية لرادارات مصر كلها، يعني مش هنستنى لما الرادارات تعطل وندور على قطع غيار، لا، في النهاردة في منظومة كاملة ليه عشان الكفاءة. يبقى أنا دلوقتي السياسات كلها بتاعت السلامة قدرت أحققها، قدرت أحقق السعة الاستيعابية، وقدرت أحقق الكفاءة، وبعدين عندي البيئة في مؤتمر المناخ اللي حضره سيادة الرئيس، الدول كلها متكاتفة. الطيران المدني برضه ليه دور كبير قوي في عمليه التلوث بتاع البيئه والاقتصاد بالنسبه ل حضرتك قلت احنا مش قطاع الطيران بيشكل نسبه كبيره جدا من عمليه الدخل القومي في الناتج القومي بالنسبه للموازنه العامه للدوله. وخلينا نرجع للمبادرات المنظمات الدوليه والاقليميه، خصوصا ان حضرتك كنت عضو لجنه خبراء العمليات الجويه بمنظمه الطيران المدني الدولي وهي الايكاو سابقا. هذه المنظمه اهميتها ايه بالنسبه لحركه الطيران، وفي نفس الوقت المبادرات الدوليه الى اي مدى بتفيد في مثل هذه الازمات اللي هي بس مش محليه، لا على مستوى العالم؟ منظمه الطيران المدني دي هي المنظمه اللي بتنظم اعمال الطيران المدني على المستوى الحكومي، تمام، وبتخضع القواعد واللوائح القياسيه اللي هي المفروض ان الدول تتبعها. الإياتا والمجلس العالمي للمطارات دي منظمات دوليه بتدعم الإيكاو في ان هي تحقق الحاجات دي كلها. الشهر اللي فات كان في مؤتمر رفيع المستوى انعقد
حضروا حوالي 129 دولة ممثلة في 50 وزير و 38 منظمة. كل ده معمول عشان مراجعة شاملة لأولويات موضوع الخاص بتاع الكوفيد ودراسة مدى استدامة النقل الجوي في ظل الأوبئة المتوقع أن ممكن تيجي أوبئة تانية وتنشيط السياحة العالمية وفتح الاقتصادات الدولية ومراجعة شاملة لتدابير اللي نقول عليها المخاطر، إدارة المخاطر الحدودية والتطعيم، فالإيكاو هي المتبنية لهذه السياسات وبتطلع زي جايدنس ماتيريال، مواد استرشادية للدول علشان تساعدها على تحقيق التنفيذ على مستوى المحلي. لو قلنا بقى يعني تدريب العاملين في هذا القطاع إلى أي مستوى وصلنا للمستويات العليا نضاهي بها أهم شركات أو قطاعات الطيران على مستوى العالم. التدريب لو لم يكن فعالا فالأداء بتاعه هينعكس على عمليات الطيران. مفيش تهاون في موضوع التدريب. لما نيجي نشوف عشان نحل أي مشكلة بنحلها بثلاث حاجات. الحاجة الأولانية بنحلها بالتكنولوجيا، هتجيب تكنولوجيا كويسة. اتنين، أعمل تدريب فعال. تلاتة، سياسات وإجراءات. فمنظومة التدريب، لو ما فيش تدريب مين هيشتغل على التكنولوجي؟ مين هيطبق الإجراءات؟ فالتدريب ده حياة وموت بالنسبة ليه. وده دائم ومستمر. دائم ومستمر. في إجراءات حديثة دائما بتستحدث كل عام. عندنا تدريب بيبقى بنقول عليه تدريب تنشيطي كل ست أشهر وكل سنة. ما ينفعش. ورقابة طبعا دائمة. طبعا. دي أهم حاجة. ده طبعا للتفتيش. لا، آخر جزئية ممكن أتكلم فيها وهي الجزئية الخاصة بقى بفكرة التوجهات الجديدة، الأفكار الجديدة أو التكنولوجي. يعني دلوقتي الناس بتحجز التيكت عن طريق الإنترنت وإحنا داخلين على الشمول المالي في مصر دعم هذا الموضوع. انا عارفه ان قطاع الطيران اللي عندنا من زمان قوي بيستخدم التكنولوجيا الالكترونيه، ولكن التطوير والحداثه خصوصا ان احنا نقدر يعني في بعض الشركات العالميه تقدر تحجز وتعمل بوردنج وانت قاعد في البيت قبل ما تروح وتتزاحم على يعني المكان او المكتب، خصوصا مع ازمه كورونا يستحسن ما يبقاش فيه ازدحام. التطوير موجود، وصلت على احدث استخدامات العالم كله، لان انا لو مش هوصل لنفس المستوى انا مش هيبقى لي مكان في منظومه الطيران على مستوى العالم. الطيران ما بيشتغلش طيران محلي، الطيران بيشتغل طيران دولي. الراكب في امريكا عايز يخش على الويب سايت عشان يقطع تذكره، واللي قاعد في افريقيا في جنوب في ساوث افريكا عايز يقطع. فلو مش هدي منظومه من التكامل والتكنولوجيا الحديثه يبقى ما فيش مكان للشركات عندنا في مصر. استاذ محمد عباس سليمان، نائب رئيس سلطه الطيران المدني ومساعد رئيس مجلس اداره الشركه القابضه للمطارات والملاحه الجويه، بشكر حضرتك. يعني لقاء ممتع ومفيد، وكويس ان احنا نحس ان في قطاعات واعده وعلى مستوى مش بس محلي ولا اقليمي، لا على مستوى عالمي، ومراكزنا او مركزنا في التنافسيه اصبح يعني عالي خصوصا مع وجود بنيه تحتيه قويه في الفتره اللي فاتت. بشكرك على وجودك معايا. انا متشكر جدا. بشكر كل الساده المشاهدين.